الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل تخلد فاتح ماي. طبعا هو وعي الطبقه العامله اللي كيتخلد على المستوى العالمي، الا اننا في المغرب مع كامل الاسف اليوم بالنسبه لنا في اطار الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل نعتبره يوم غضب ويوم ديال الاحتجاج. لماذا؟ بالنظر للسياق اللي حنايا كنتواجدوا فيه، اولا الحكومه لم تلتزم بالمضامين ديال الاتفاق ديال 30 يناير وتملصت من المسؤوليه ديالها، خصوصا ما يتعلق بالنقطه ديال تحسين الدخل اللي فيها الزياده في الاجور، فيها احداث درجه جديده، فيها مراجعه ديال الاشطر ديال الضريبه على الدخل، الضريبه على الدخل طبعا، بالاضافه الى موضوع ديال الحريات النقابيه. اليوم في المغرب كنعيشوا واحد الهجوم اللي هو قوي على الحريات النقابيه، المكاتب يعني في القطاع الخاص كتعرض للطرد بمجرد الاعلان على النقابه، ايضا حتى في القطاع العام كاين الاقتطاع من الاجور ديال المضربات ومن المضربين. الجانب الاخر طبعا هو ان السياق اللي كنديروا في هذا اليوم ديال الغضب والاحتجاج هو الزيادات الغير المسبوقه في الاسعار اللي هي كتضرب القدره الشرائيه ديال كافه المواطنين والمواطنين وبما فيها الاجراء. وفي الوقت اللي كان الحكومه خصها تتخذ اجراءات اللي هي فوريه ومستعجله من اجل مواجهه هذا الوضع، الحكومه تتملص من الالتزامات ديالها، لا تبالي، تعتبر الحوار الاجتماعي مجرد جلسات او حتى ان كان هناك اتفاق لا تلتزم به. اليوم الحكومه مع كامل الاسف عندنا حكومه غير مسؤوله، حكومه لا تتحمل المسؤوليه ديالها الاجتماعيه، رغم الشعار اللي ترفعوا اللبان بانه يتبخر على صخره الواقع، لان الدوله الاجتماعيه هي دوله عليها ان تحترم الحقوق وعليها ان تحترم المكتسبات وعليها ان تحترم الالتزامات مع الشركاء، الشيء طبعا اللي هو ما كيتمش. الموضوع الاخر طبعا هو انه هذا السياق هو كاين محاوله ديال تنزيل مخطط اخر لضرب ما تبقى من المكتسبات ديال التقاعد. إذا كان في 2017 الحكومة ديال البن كيران طبعا تمكنت رغم الحركة النضالية والاحتجاجية وتمكنت من تمرير هذا المخطط المشؤوم باسم الإصلاح، وهو لا علاقة له بالإصلاح لأن التداعيات وانعكاسات ديالو كانت سلبية على الأجراء. اليوم هذه الحكومة أيضا هي تستكمل هذا المخطط في إطار سيناريو آخر هو ضرب ما من المكتسبات، لا فيما يتعلق بالكوتيزاسيون، لا فيما يتعلق بالرفع ديال السن ديال التقاعد، لا فيما يتعلق بالتخفيض ديال المعاشات. بمعنى أنه اليوم حنا هاد المحطة ديال فاتح ماي اللي حولناها الى محطة ديال الغضب، وبعد فاتح ماي سنستكمل برنامج النضالي، البرنامج النضالي اللي كانت فيه طبعا الوقفات الاحتجاجية اللي كانت مسيرات وانا مع كامل الاسف تم المنع ديالها وحولناها الى وقفات احتجاجية، ثم خدنا اضراب في الوظيفة العمومية. بعد فاتح ماي طبعا ستجتمع الاجهزة من اجل التحضير لخوض المحطة الاخرى وهي مسيرة وطنية. اليوم احنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نتحمل المسؤولية ديالنا في اطار التعاقدات ديالنا اللي عندنا مع الشغيله مع الاجراء، ونلتزم بالقرارات ديال الاجهزه ديالنا، ولا خيار سوى خوض النضال ومواصله النضال لمواجهه هذه المخططات والتوجهات يعني الحكوميه الغير اجتماعيه الغير الشعبيه.